السلام عليكم، انا حافظه مامات عبد الرحمن، تنسكن في ولاد سبيطه جامعه بقنادل على حساب سلا. المشكل اللي بغيت نعاود لكم على عبد الرحمن ولدي، تزاد خليقه ما تيديرش الخروج ديالو عادي مده 7 اشهر، وهو تيدير كاكا بالتيو. وليت بزاف عندي ليكوش بنهار وبالليل، بتنوض بعد شي مرات بالليل نبدل ليه. دابا مني كبر، دابا راه عنده 6 سنين، ولا تيخرج يلعب، وهذا ولا تيضحكوا عليه الدراري، ولا تيقولوا له شوف شوف دير ليكوش، شوف هادي مع لقيت معاه مشكل بزاف. ولا تيقول لي يا ماما شوفي الدراري تيضحكوا عليا، شوفي الدراري شنو تيقولوا لي، دخل المدرسه دابا ولا تيقرا. وليت تنتبعو حتى المدرسة نبدل ليه، تنتبعو زعما بزاف الحالات عندي، لقيت معاه مشكل بزاف. وانا كنت تنخدم ومقابله زعما كاين في المرض ديالو في داكشي، وليت دابا ما بقيتش خدامة، ما بقيتش، وليت معاه مشكل بزاف. لقيت معاه ما بين هاد البومادا وليكوش، على ليكوش البومادا غتكون شي 20000 ريال في الشهر، على البومادا وليكوش 20000 ريال. هادي ما فيها لا فيها لا ماكله لا شراب. كنت نخدم في الديور، خدام في الديور عند واحد السيده في هذا حدا كافور، خدمت عندها 5 سنين. السبب ديالي باش جلست من عندها طحت تهرس من رجليا، بقيت شي 3 شهور وانا مهرسه من رجليا، ما بقيت ما لقيت ما ناكل ما الحباب اللي ناب عليا بشي حاجه وصافي. انا وليت لاقيه مع صعوبه، كنت تنخدم انا وتنهزه، ما كنتش تنحتاج شي حاجه زعما اللي يعاونني فيها ولا ديك هكا كهزه. دابا انا مرضت وليت لاقية مشكل، ما بقيتش نقد نتحرك، ما بقيتش نقد نزيد، وليت كم الرجل ديالي رجلين ديالي كي دايرين الحالة ديالو، ما بقيتش قادة كاع نمشي. دابا تا مرة متبعة عليهم قالوا لي دير واحد العملية، وانا يلا دايرة دابا عملية في العيد الكبير، درت واحد العملية على الفتق، ما بقيتش قادة نتحرك دابا كاع. دابا انتم تتشوفوا رجل عندي كبر من رجل هادي، ماشي بحال هادي. قالوا لي تاني غادي دير واحد العمليه، هاد العمليه اللي عندي ما عرفتش عاوتاني كيفاش، واش غتخرج عليا، واش غادا تصلحني، ما عرفتش هاد العمليه اللي غادا ندير، ما عرفتش كيفاش المشكل ديال. عطاوني قالوا لي تشري واحد الليبه وتاخدي واحد الكينه تتمشي الدم وواحد البوماده تدلكي بها. ديك الدواء ملي مشيت نشري لقيته غالي، اسبق لي شريته، ولاني ملي جيت نعاودها الليبه يلا دات لي سيمانه دغيا تقطعات. هذيك الليبه خديتها ب 20000 ريال وعاد الدواء. دابا قالوا لي خاصك تبقاي ديري كل شهر حتى الاخر، ما عرفتش وقتاش تال، ما عرفتش. عندي 6 الوليدات، خوتي تا هما الحاله ضعيفه، ماشي شي حاجه اللي غادي يعاونوني بها ولادي، تا هما على قد الحال وعلى قد وليداتهم. الوالده عيات ما تسر رجع في الله. دابا الله يرحم الوالدين اللي شاف هاد الاودي ديالي واللي شاف هذا، بغاو يديروا معايا شي حل انا ولا ولدي، الله يجازيهم بخير، الله يرحم ليهم الوالدين. هادشي ما عنطلبهم اخر عمليه شي عامين دابا ولا 3 سنين باش درت لي اخر عمليه باش نقصوا لي من ديك الحيمه، والو نفس المشكل. عطاوني ندير لي واحد الترويض، تلاقيت واحد السيده بحال وجهكم خلصت لي ديك الترويض 70000 ريال باش خلصت لي في حي الرياض. درت لي هذاك الترويض شويه، دوك قال لك العضلات عنده ماشي نورمال، دوك العضلات ما تيتحركوش مزيان، ومن موراها لهنا ما لقيتش باش نديرها. دابا عاوتاني عطيني ندير ليه الترويض، ما لقيتش باش ندير ليه داك الترويض. اكثر هي تنطالب الحاله ديال ولدي تعالج، هذه هي اللي تنطالب عليها. انا ما قارياش وما عارفاش، الاطباء ما تيقولوش ليا شنو كاين، متى تمشي عندهم تيقول لي سيري صافي، تيكتبوا لي الرانديفو تيقول لي انت سيري بحالك، انت سيري بحالك. بزاف بزاف من الضروره، بزاف على عبد الرحمن، بزاف. انا الاولى على عبد الرحمن والثانيه على عبد الرحمن، كل نصيب انايا عبد الرحمن ما يتشافى لي في اقرب وقت. ما نكرهشك عبد الرحمن، مرتني بزاف عبد الرحمن.